الأميبيازيس. أميبيازيس سببها أو ما يسمى اسمه الثاني بيسموه أميبيك ديزنتري الدسومتاريا، سمعتوا بيها؟ أميبيك لكن ده أميبيك ديزنتري. طيب أميبيك شو أميبا يعني؟ ديزنتري متى نقول this is the ديزنتري؟ الديزنتري إذا كان في استول والاستول فيه ميوكس and blood this is ديزنتري. يعني هسه حبوبات نعرفها زول عنده دسومتاريا ده بيكون في الفسحة في شنو؟ في دم في مخاط، دي كده شنو؟ دسومتاريا المعروفة صح؟ يلا الأميبيك ديزنتري بيسببوا انت أميبا هيستوليتيكا، الكوز بتاعته انت أميبا هيستوليتيكا. الهيستوليتيكا دي الشهيرة اللي بتعمل شنو؟ الأميبيك ديزنتري، ودي الباثوجينيك. في واحد ما باثوجينيك بيسموها انت أميبا ديسبار، دي ما باثوجينيك، دي الشهيرة الانت أميبا ديسبار، دي شنو؟ دي ما باثوجينيك، لكن الباثوجينيك هون دي ما قاعد تنسيل يعني في الامتحان ما بيزعلوا منها كده. طيب خطورتها في شنو؟ بعد ما تدخل انت اكلتها باللكي دخلت الامعاء، في الامعاء بتعمل لايسيس للسل بتحلل الخلايا، حلت الخلايا معناها بتحلل الميوكوزا، حتطلع مخاط، حلت الميوكوزا معناها بتعمل بليدي اللي هو حيطلع لك شنو؟ بليدي. عرفتوا؟ اذا العيان بيجي بشنو؟ بيجي به الاستول فيه شنو؟ فيه بلود وميوكوس. عندها تو فورم، ميبي تكون سيست ميبي تكون تروفوزوي، سيست ام تروفوزوي. القوية التروفوزوية ولا سيست؟ السيست والإيفكتيف السيست. ليه؟ التروفوزوية ممكن الحمض بتاع المعدة يقتلها، لكن السيست لأنها قافلة ما هيقتلها. إذا الإيفكتيف ستيج هي شنو؟ سيست. أما التروفوزوية بيموت في الغالب بشنو؟ بالـ HCL. دي مقاومة، دي ريزيستنت للـ HCL. لو جابوا لك الإيفكتيف ستيج في الأميبيك ديزنتري هو شنو؟ السيست. اوعى تنخلع وتكتب شنو؟ التروفوزويت. طيب اللي بيحصل شنو؟ الزول بيكون مشى اكل اي اكل، اكل لفته، اكل لبوش، اكل لي هاي لغاويس، وشنو؟ مشى في الاستومك، من الاستومك تقوم السيست دي تمشي لشنو؟ الانتستين، من الانتستين تقوم شنو هناك؟ تفك. بتفك من السيست بتعمل حاجه بيسموها السيستيشن، وتمشي تطلع اي سيست بتطلع اربع تروفوزويت. هل في الامعاء في اتش سيل؟ ماف. اذا هنا بعد ده التروفوزويت حتشتغل، وحتشتغل التروفوزويت وحتعمل لك بعد شنو؟ الديسيز. اذا انت اكلت عادي السيست غامت الاتش سيل مشت لحد الانتستين، في الانتستين فكت اي سيست بدينا اربعه تروفوزويت، التروفوزويت من هناك تخش شنو؟ تخش جوا السيلز وهناك تمشي شنو؟ تتضعف. عرفتوا؟ اكثر مكان بتتواجد فيه وتعمل الديسيز وين؟ كولون، القولون. ذا كولون هو المكان شنو؟ الاساسي اللي عايشه فيه، اللي حتقعد فيه، اللي اصلا حتتضاعف فيه. دي الاميبا. العيان بيجي بشنو؟ بيجي بمشاكل في الانتستين، مشاكل خارج الانتستين. في الانتستين بيجي بيه ممكن يجي بيه حمى بلودي دايريا، ودي تعرفوها، يعني للعيان ما جاب بلودي دايريا ما بستبعد برضه. ليه؟ لانه ما بي اسمتوماتيك. في المراحل الاولى بيكون اسمتوماتيك. هي ما عنده حاجه، لكن ممكن يجي بفيفا زي شنو؟ زايد بلودي دايري، بلودي دايري. اذا العيان حمى واسهال في دم، دي حاجه مميزه جدا له. بتطلب السي بي سي تلقى التوتال نورمال. ليه التوتال نورمال؟ لانه دي عباره عن شنو؟ باراسايت. لكن اخف شويه منها الباسيلري اللي هي الشيجل اللي هنعرفه بعد شويه. اذا بتلقى التوتال الوايت بلود سيلز شنو؟ نورمال. الثلاثه دي لو لقيتهم مع بعض، عيان جاب حمى بلود دايريا ونورمال وايت بلود سيل، دي في غالب ديزنتري. بعدها بتفرقها اميبيك ولا شنو؟ ولا باسيلري. الباسيلري هنعرفها اللي هي بيسموها الشيجلوزي، الشيجلة. طيب
ممكن تعمل سيفير ديزيز سيفير كولايتس. لو عمل السيفير كولايتس هنا العيان بيجي بساين وسيمتوم بتاعت دي هايدريشن. لو جاب دي هايدريشن دي معناها خش في شنو سيفير كولايتس. اما المايل كولايتس او الاكيوت بيكون بفيفا وديل ما بيقول انه كل ما يجي بحاجه يسميه شنو ايه سيمتوماتيك. اذا ممكن يكون شنو ايه سيمتوماتيك. طيب العيان اللي بيخش في السيمتوم والساين دي في الغالب اللي بيتهيج له شنو اللي بيتهيج له اذا كان طفل صغير خش في ديزونتاريا في الغالب بيكون بلع شنو استيرويد. اذا التريجر الاستيرويد امبيدياتريك. الاطفال اللي بيبلعوا استيرويد ديل منو؟ وريني طفل بيبلع استيرويد. ناس الازمه ثاني ناس النفروتيك ناس النفروتيك ساندروم بيبلعوا استيرويد وناس الازمه بيبلعوا استيرويد صح؟ ديل بيكون عندهم طوال شنو؟ حتهيج لهم شنو عندهم الديزنتري. ثاني عندنا ممكن يجي بكروميك كولايتس ممكن يجي بحاجه يسموها اميبيوما اميبيوما. طيب الاخطر من كده ممكن تعمل اكسترا انتستاينال ودي في الديفرنشيال بتمشي للليبر وبتعمل في الليبر شنو؟ ابسس ابسس ان ذا ليبر. الابسس اللي بيكون في الليبر بيسموه اميبيك ليبر ابسس وبيعمل تندر هيباتوميجالي. بعدين في الديفرنشال دياجنوز تندر هيباتوميجالي تقول اميبيك ليبر ابسس اميبيك ليبر ابسس. لو خشيت في المحطه مثلا العيان عنده هيباتوميجالي ولا ديفرنشال هيباتوميجالي تقول طيب للتندر هيباتوميجالي تذكر كل الديفرنشال بتاع التندر اللي مثلا هارت فيليا والجماعه دي ومعاهم منو؟ معاهم اللي يسموه اميبيك ليبر ابسس اميبيك ليبر ابسس يعني بشكل ابسس في الليبر. ومين اللي بيكون شنو؟ العيان بيجي بفيفا وبيجي ب تندر شنو؟ تندر هباتو ميجالي. لكن ما بتحصل طبعا المرحله دي اللي تبقى كرونيك دار لها فتره من 5 لـ 6 شهور فتره طويله يعني. اما مثلا الاكيوت ديل بتجي بشنو؟ بتجي بحمى والحمى شنو؟ الحمى بتطلع بتنزل بتطلع بتنزل بتطلع بتنزل يعني ما حاسها تسمى سوينجينج. على عكس ناس شنو ناس التايفو طالع 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 ستيبل ليدر دي. اما دي سوينجينج طالع نازله طالع طالع نازله شنو سوينجينج فيه. العيان ممكن يجي بين البين بيكون وين؟ رايت ابر كوادرنت راديتد تو ذا باك ايفن تو ذا شنو تيب اوف ذا شولدر. ولو جاك بالكلام ده معناه العيان خش في الكومبليكيشن بتاع شنو الاميبيك ليبر ابسس لانه بيجيك كانه كوليسيستايتس كانه شنو كوليسيستايتس. طيب هل بيكون فيها جونديس الاميبيك ليبر ابسس؟ ما في جونديس. لو سالوك من الديفرنشال دياجنوز ليبيشن جاي بيتندر هيباتوميجالي اول حاجه تقول منه اميبيك ليبر ابسس. ثاني كونجستيف هارت فيلير. ثالث قلناه قبل كده ثاني شنو؟ هيباتيتس ممكن ممكن ثاني هيديتيفورم سيست هيديتيت سيست باتكياري باتكياري سيندروم برضه بيبيع كالازار ما شهير. طيب ممكن يحصل ربشر للابسس ده ويمشي ويمشي للعضو جنبه جنبه منه البلوره. ولو الابسس مش البلوره بسموه شنو؟ امبييما بسموها امبييما امبييما بريزنس اوف ذا باث ان ذا بلور سبيس. خلاص يختلف من الانفيسيما اللي هو الهواء عرفتوا؟ اذا بيجيك العين بشنو؟ بامبييما. طيب علاجه شنو؟ اي عيان جاي باميبيوزيس ده او اللي هو اميبيك ديزنتري محتاج تديه انتي بايوتيك وبتديه حاجه تكيل منه. انا ده يقتل منه السيست ولا الترفوزويد؟ السيست الترفوزويد اصلا بيموت اصلا بالاكس. انا بخاف من السيست عشان كده بديه ادويه تقتل السيست وبديه ادويه لشنو؟ للبكتيريا اصلا شنو قاعده بقت في السيركيوليشن. اذا بديه اميبوسايدل اللي هو شنو؟ كيل السيست. اشهر دواء بدوه اللي هو نفس اللي قاعدين نديه في الكرادار اللي هو البارومايسين. ما قلنا بارومايسين؟ بندي بارومايسين تو كيل اسيست. اذا التريتمنت بارومايسين ده اول دواء بنديه بارومو
ده ليش شنو؟ عشان يقتل السيست. اسمه أميبي سايدل. سايدل معناه شنو؟ قاتل قلنا صح؟ إذن أميبي سايدل باروم شنو؟ ما يصير. عندنا برضو أيودو كيونولين لكن ما شهير، الشهر ده بس. طيب ممكن نديهم تاني أدوية بتقتل سايل اللي هو الانتيبيوتيك مترو نيدازول في الأجيال الواحد ده أو تينادازول. مترو نيدازول تعرفون في الأجيال وتينادازول. أسي حالياً أي زول يبقى يدسون تاني بيدو في الأجيال واحد ده لو خلاص بقت معهم شديدة بيدو تينادازول ثابتة. تينادازول ممكن يكون شنو أفضل شوية لأنه المترونيدازول ما بقت تستخدم بكمية كبيرة صح؟ في مشكلة فيها؟ إذا ده كل الكلام حول الأميبيك ديزينتري. أيام بيجي به حمى بيجي معاه ببلودي دايريا إيفن ويز ميوكس. العيان ده بكون أخليه حاجة أصلا شنو؟ عملت له القصة دي. هتمشي تفحص كفحوصات محتاج تفحص شنو؟ الاستول صح؟ وممكن تعمل شنو؟ تكلشر الاستول ده هم واحد طبعا تكلشر الاستول بعدك بسيمتم الصايم شنو؟ تعرفه وبيكون العيان في الاستول بيقولك في شنو؟ في انتاميبا هيستوليتيكا. انتاميبا هيستوليتيكا بعرفونا في المعمل بيقولك في هيستوليتيكا خلاص معناه زول عند شنو؟ عنده ديزينتري. فبالتالي تحددوا شنو؟ مترونيدازول أو تديه بارومايسين أو تديه تينيدازول. عرفتوا؟ الأفضل طبعا تديه بارومايسين وميترونيدازول. واحدة من دي واحدة من دي. لأنه دي بتعمل تيشو كيلينج ودي سيست كيلينج. في مشكلة فيه؟ إذا كده ده شنو؟ الأميبيسيس.